مشاهدينا الكرام، نروح إلى فقرة استوقفتني كثيرا. يقال إن في أحد المساجد أعجب المصلون بكثرة الحضور، فقالوا للإمام: تخيل يا إمام، كم عدد المصلين؟ فقال الإمام: لا أحد. ومن هول المفاجأة لجوابه قال له أحدهم: هل أنت أعمى؟ وكان هذا الرد فيه قلة أدب وقلة احترام، لكن الإمام أجابهم: الأعمى من توجه للقبلة وأدار ظهره للأيتام والفقراء، الأعمى من سجد لله وتكبر على عباده، الأعمى من كان في صف المصلين الأول في المسجد ولكنه غاب عن صفوف الجياع وقول الحق، الأعمى من تصدق يوما وهو قادر أن يتصدق دوما، الأعمى من صام عن الطعام ولم يصم عن الحرام، الأعمى من طاف بالبيت الحرام ونسي أن يطوف حول فقراء يموتون كل يوم من شدة العوز، الأعمى من رفع الآذان ولم يرفع أبويه، الأعمى من صلى وصام ثم غش في بيعه وشرائه، الأعمى من قام بين يدي الله وقلبه يحمل حقدا وكرها وبغضا واحتقارا للناس، الأعمى من كان هناك انفصام بين عبادته وأخلاقه ومعاملاته، الأعمى من صلى وسجد وصام وهو يظلم ويناصر الظلم، الأعمى من صلى وصام ويداه ملطختان بدماء الأبرياء. مع السلامة.